عايز اتكلم شويه عن عن مارسيل كولر. مارسيل كولر يمكن الناس بتنسى بسرعه، لما الاهلي تعاقد مع مارسيل كولر قال لك اصل بص كان عيني رجليه وجعاه، فمسك رجليه كده في الاول، لو فاكرين يعني مسك رجليه كده في الاول وقال لك ايه يا جماعه ده مش قادر يمشي. والله انا سمعت الكلام ده بوداني يا جماعه، ده جايبين واحد قد جدي، حد من قال لي كده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، هو ده عمره ما درب نادي، اصله مدرب حتى الان يعني لغايه اول امبارح او لغايه امبارح بعد البطوله طلع احد الفلاسفه، بلاش الفلاسفه ولا خلينا احد الفلاسفه يعني، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه ما عندوش فكره. معرفش ليه، ايه الفكره ان هو بيقول ان هو ما عندوش فكره؟ وعايزنا نضحك هنضحك، ما عندناش مشكله، ممكن تقول نكته، ما هي نكته يعني. حتى الراجل خد اربع بطولات، يعني نقول ان هو غير حتى في شكل الفرقه، ولكن مثلا من الناحيه الهجوميه محتاج كذا، من الناحيه الدفاعيه محتاج كذا، لا هو ما عندوش فكره. فاللي ما عندوش فكره ده خد اربع بطولات، فنديله حقه، مش مطلوب اكتر من كده، نديله حقه. ده بقاله سنتين ما بيشتغلش ساعتها يعني. يا جماعه ساعتها انا كنت برد اقول يا جماعه ده كان عنده عروض من منتخبات كبيره في اوروبا، منها مثلا بولندا، اليونان تقريبا على ما اتذكر، هو اللي فضل الراحه لانه كان خارج من عمليه جراحيه في الركبه. يقول له اصله عجوز، اصله ما دربش افريقيا قبل كده، ما دربش فريق عربي قبل كده. يقول عجوز اهو بيتنطط وبيعمل وراجل مبسوط ولطيف، وبالمناسبه شخصيه لطيفه جدا جدا يعني في الحقيقه. مارسيل كولر سنة أولى أهلي، خلينا نروح للحقائق مباشرة. مارسيل كولر في سنة أولى أهلي وأفريقيا محقق سوبر مصري على حساب نادي الزمالك، رجع تاني حققه على حساب نادي بيراميدز، سوبر مصري آخر القديم والجديد يعني، وحقق كأس مصر على حساب بيراميدز، ودوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في كازابلانكا. وكان قبل ما نرجع نلعب يوم 22 إن شاء الله كان متصدر الدوري المصري، لو عندنا أربع خمس ست مؤجلات. الخلاصة اللي عايز أقوله إيه؟ إن مارسيل كولر لا ينتظر تقييما من أحد دلوقتي. إدارة الأهلي، مش هقول كابتن خطيب عشان ما تقولكش مش عارف بتقعد تطبل وتعمل وكلام، لكن إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في النادي الأهلي كسبت الرهان على مدرب قدير وجريء وشجاع. مارسيل كولر من وجهة نظري بدأ كتاب التاريخ عظيم مع النادي الأهلي، وحقق وعده اللي قاله يوم 11 سبتمبر 2022 مع بداية مهمته في النادي الأهلي، لما قال أسعى إلى تحقيق دوري أبطال إفريقيا وتحقيق جميع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. الحمد لله تحقق هذا النجاح على الصعيد الإفريقي والعربي، وهو ما يحتاج الكثير والكثير من الجهد والعمل. وساعتها قال ان اثق ان اللاعبين سيقدمون ما كل ما لديهم من اجل الفوز. النهارده كولر كتب اللي هقوله لحضراتكم على الانستجرام، هاته لنا على الشاشه. منذ عده سنوات كتبت جمله على قطعه من الورق واغلقتها في درج مكتبي، اريد الفوز بدوري الابطال بالامس، ومع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز، وهذا ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط. ده اللي أنا كنت بسأل عليه كابتن سامي قمصان امبارح. الآن أصبح الحلم حقيقة، فلقد عملنا معا وتحقق حلمي وحلمكم، نحن الفائزون بدوري الأبطال. شكرا لكل من ساهم في حلمي وفي حلمنا، مدرب فريقكم مارسيل كولر. الحقيقة وانا من هنا عايز اوجه تحيه لهذا المدرب القدير الرائع. كل اللي وعد بيه الحقيقه حصل، كل اللي قاله حصل. مره تانية انا شخصيا احب هذا الرجل لانه رجل لطيف، لما تقعد معاه تتكلم معاه هو رجل لطيف ويهزر ويضحك، ودايما بيديك حقك بزياده كمان. يعني لما تيجي تقعد معاه يقول لك انا عارف ان انت خدت، قبل ما اروح اقعد معاه تبقى عارف ان هو يقول لك انا خدت 14 15 بطوله مع النادي الاهلي، عارف ان انت كنت بتلعب باكرات بس انت الاوفرات بتاعتك، راجل عارف. طبعا كابتن خالد الجوادي اعتقد له دور كبير جدا جدا، المترجم مع مستر كولر اعتقد بيبقى له دور كبير جدا جدا في هذا الامر، لان الواحد وهو ماشي
بيبقى رايح، هو كولر ما يعرفش شخص داخل عليه. فكابتن خالد الجوادي طبعا دكتور خالد الجوادي بيبقى عارف مين اللي داخل ومين اللي بيتكلم، فبيشرح لمارسيل كولر كل حاجه الحقيقه. ف مارسيل كولر يستحق كل التحيه وكل التقدير.